إيران التي لم تفق بعد من عملية اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني في العراق مطلع العام الجاري، حتى فقدت أحد أهم رجالها المعنيين بالملف النووي الإيراني محسن فخري زادة. وفي إطار رد الفعل، صوت النواب الإيرانيون على مشروع قرار لرفع تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 20%، كما أقر البرلمان مشروع قانون لمراجعة تقليص التعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ب 233 صوتا. حتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاغتيال، لكن البرلمان الإيراني يقول إنه وجد أدلة تثبت تورط إسرائيل بهذه العملية، وهو ما أكده الرئيس حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف. لكن أصابع الاتهام الإيرانية تشير أيضا إلى احتمالية تورط الولايات المتحدة، حيث يعتقد الإيرانيون أنه ربما حازت عملية الاغتيال على دعم أمريكي، خاصة وأن الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب قد فكر في مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية في وقت سابق من هذا الشهر. عملية اغتيال محسن فخري زادة تعكس وجود اختراق للنظام الأمني الإيراني، وهو ما يعرف بالقوة الرمادية العسكرية المتغلغلة في المؤسسات الإيرانية النووية والعسكرية والأمنية.